طيب بالنسبة للسؤال الثاني والأخير، مسألة الفراش، وده اللي عند السودانيين بعد الدفن. بعد الدفن مش قبل الدفن، انتبهوا، بعد الدفن الناس بيجوا راجعين للبيوت ويعملوا الصيوان ويجلسوا أيام، تكون في وليمة بتقام والناس بيسافروا يجوا للوليمة دي ويشهدوها ويجلسوا فيها أيام، هذا من النياحة ومن كبائر الذنوب. أما قبل الدفن يعني الجنازة موجودة الناس ما دفنوا، حتى لو انتظروا ساعات أو يوم كامل لضرورة معينة بجوز تقعد في المحل ده لحد ما تدفن. أول ما مريت بعد ذاك بجوز التعزية، التعزية بجوز، يعني حتى بعد الدفن تمشي تعزي وطول أهلك. أول ما عزيت أهلك ما في قعاد، لحديث أو لأثر جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة. بعد ما دفنوا القعاد تاني من النياحة، النياحة دي من الكبائر يا أخوان، من كبائر الذنوب، ما في قعاد تاني، تعزي وتمشي طوالي، صنيعة الطعام من النياحة. وكذلك الجلوس من النياحة، وأنا أسوي كلام فارغ ويكلف الناس أهل الميت قروش، أسس السودانيين نقصوها، كانت 40 يوم بقت 15، مشت بقت 3 يوم، هسه بقت يوم واحد بس، ناس ما تعصرت عصر محترم، ما خلوه دينا، خلوه المشغوليات بقت كثيرة وخلوه القروش بقت ثقيلة ما قادرين عليها. على أي حال ما بجوز، لكن يا أخواننا في حاجة من السنة الناس ما تنساه، وهي اللي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حاجة اسمها التلبينة، بيصنعوها الجيران لأهل الميت لأنه ما قادرين يعملوا الأكل في الوقت ذاك، فالتلبينة دي النشا بتاعتنا، النشا حاجة تخينة من الدقيق بيشربوها شراب، لأنه الزول يا أخواننا المات له زول في الوقت ده ما يقدر يقعد في صينية وياكل، ما بيقدر، والجسم بيكون تعبان يحتاج يتغذى، فلما يشرب الشراب ذاك بيغذيه، يعملوا الجيران يجيبوا لهم يشربوا لحد ما ناس وقف على حيلهم ومشوا السوق جابوا خداره وعملوا طبيخهم في البيت، خلاص انتهى الموضوع. بعد ده ثاني يبقى الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما يا هود القناو ده، اما لما يبقى آل جعفر ذاته يسووا الطعام تبقى دي المشكلة، يسووا الطعام ويأكلون الناس، يبقى ده من النياحة المحرمة اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابي فعل الصحابة لها. نكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.